طبعا تطبيق تباعد تطبيق مهم نحث الجميع على استخدامه وننبه الى انه فيه مزايا هامه جدا للوقايه. اولا اهم الخدمات اللي يقدمها بانه من يستخدم هذا التطبيق والاخرين يستخدمونه مثله لو تبين بان الشخص طلع عنده ايجابيه اي اصابه بالفيروس وتم تاكيدها ووصلته المعلومه هذه بامكانه ان يستخدم زر التنبيه فتصل لكل من كانوا قريبين منه ولهم فرصه ان يكونوا لا قدر الله كسبوا العدوى منه رساله تنبيه فبالتالي يستطيعون القيام ببعض الاجراءات التي تحميهم ويكونون ايضا في حاله امان مع ملاحظه اخرى هامه الخصوصيه والسريه فهذه المعلومه التي تصل والتنبيه للاخرين لن تكون فيها اي معلومات عن الشخص وبياناته الذي قام بالتحذير والتنبيه. هناك ميزات كثيرة جدا هامة في هذا التطبيق فهو بامتياز وسيلة من وسائل تطبيق الوقاية الصحية وتعزيزها في المجتمع طبعا هو الآن موجود وبالإمكان استخدامه من خلال الأب ستور وفيما يتعلق بجوجل بلاي سيكون قريبا جدا في أيام قريبة سيكون متوفر وبالإمكان بإذن الله للجميع الاستفادة